نحن الصورة المدنية الصورة الحضارية ضدن كلهم يعني كلهم ال 28 و 100 والرموز الطائفية السياسية الحرامية وكيف نحقق أهدافنا خي اعطيني شيء آلية اعطيني خطة مع أهداف مع بنود مع نقاط مش كل ما تقتل معك تنزل وتقطع طرقات ما فيك تكمل هيك عم بتشل الاقتصاد ما تنزل عملناه سوا قطعنا أشواط شو فكرك ما جربنا عيطنا بصحات أو نحن هي لذتنا نضل نقطع طرقات خي ما بيردوا علينا كأنهم بغير دني ما حرقوا وقطعوا نفسنا 30 سنة هلا صرنا نحن السبب وراء هالانهيار شو شكلك قبل الثورة ما كنت تسمع اخبار ناسي ازمة الدولار البنزين وغلى الديون ماني متفاجئ منك توقعت الثورة تكون مش هيك بتصير شمعون مش بالاهانة مش انتو ضد الناس اللي بيتهموا بالخيانة اللي بده يطالب بالحرية ما في يقمع البقية تتغنى بانفتاح وطريقتك ديكتاتورية سرعت وسرعت فينا الوصلة على المهوار قمعت بالوجهات النظر قتلت الحوار ما منحاور طغاة ما منحكي مع فستين ما منفوت على حقنا صار لنا زمن سكتين واللي بعضهم ماشيين تبعين بعضهم لحقين ان شاء الله بيقعوا شي نهار بيفهموا لوين واصلين وانت شو دورك هلا ما عم بتغذي حقدهم بدل ما تحكيهم تحضنهم وتفسرهم الثوره بتبلش منك شكلك انت معبى كره خلصنا من الطائفيه فجيت فتحت الشرح بالعكس نحن اشخاص محررين ثوره سلميه بثقافه مسلحين يمكن غلطنا بس بالغلط في إفادة نتعلم ما حدا منا بالثورة معه شهادة جاي تتعلم فيي ما أنا هادي عشوار بدك تتعلم تعلم الإصغاء والحوار حلوين هالحكيات شعار يمطح شعار بس عم نخسر زيادة كل ما عم يقطع النهار صار وقت العقل يقرر ما فيك تضلك بفورة تعال ننتخب بإيدي تتمثلنا وتلعب دورة لا حبيبي نسيها نسيها ما بدنا قائد كل واحد منا قائد الثورة